My dear students, welcome to the 20th episode, Unit 1, Lesson 7C. It's the last part in Lesson 7, Unit 1. أعزائي الطلبة أهلا بكم في الحلقة العشرين الوحدة الأولى الدرس السابع وهو الجزء الأخير من الدرس السابع في الوحدة الأولى. Lesson 7 Arabic and English. طبعا هنحلوا في الحلقة هذه أسئلة الـ workbook. A. Read the article on page 15 of the course book and mark the sentences true or false. يعني قال لي أقرأ المقال الموجود صفحة 15 اللي قريناه في الحلقة الماضية في الـ course book وبعدين ضع علامات على الجمل T أو F يعني الجملة صح أو جملة خطأ. نشوفوا مع بعضنا الجمل اللي أمامنا. English does not have many words with similar meanings. اللغة الإنجليزية ليس لديها العديد من الكلمات بنفس المعنى. طبعا الجملة هذه if false لأن بحسب ما قرينا أن اللغة الإنجليزية لها الكثير من الكلمات المتشابهة في المعنى. في السؤال الأول هو قال Why are there so many words with similar meanings in English? إذن الجملة هذه خطأ. الجملة الثانية The English language has changed a lot over time. اللغة الإنجليزية تغيرت كثيرا بمرور الوقت. أي الجملة هذه true صحيحة لأن قال لي Old English was a very different language from the English we know today. يعني تختلف كثيرا عن اللغة الإنجليزية اللي نحن نعرفوها اليوم. Number 3 People first wrote in English in the 9th century. يعني الناس اللي كتبوا أول مرة باللغة الإنجليزية في القرن التاسع. الجملة هذه false لأن بحسب المعلومات هو قال لي in the 10th century في القرن العاشر وليس القرن التاسع. Number 4 When the Vikings arrived عندما وصلوا القراصنة people stopped using Anglo-Saxon words الناس توقفوا عن استخدام كلمات الأنجلو-ساكسون. طبعا الجملة هذه خطأ لأن الفايكنز أضافوا كلمات أخرى وأصبح فيه شنو mixture اللي هو يعني مزيج بين هذه وبين هذه. إذن الجملة هذه false خطأ. Number 5 The Normans invaded Britain in 1066. النورمانيون غزوا بريطانيا في 1066. الجملة هذه صحيحة true. Number 6 The Normans brought German words to English. النورمانيون جلبوا أو أحضروا الكلمات الألمانية للغة الإنجليزية. طبعا هذه جملة خاطئة if لأنهم هم جابوا شنو كلمات French words not German words. هو قال لي هنا كلمات ألمانية لكن صحيح هي كلمات فرنسية French words. Number 7 Most synonyms have exactly the same meaning. أغلب المرادفات لها نفس المعاني تحديدا. طبعا الجملة هذه خطأ false لأن يعني قال لي هنا over time the pairs of words or synonyms started to have very small differences in meaning يعني قعد لها اختلاف بسيط في المعنى مش نفس المعنى بالتحديد. Exercise B complete the second sentence so it means the same as the first. أكمل الجملة الثانية حتى يكون لها نفس معنى الجملة الأولى. Use a word from the box each time. استخدم كلمات من المربع أو من الصندوق اللي أمامنا. أعطاني هنا كلمة chair كرسي stick close replied marriage wish. نشوفوا الجمل اللي أمامنا هذينا. طبعا هنا في خطأ مطبعي هي كلمة sick ما فيهاش تي هذه sick بمعنى مريض. نشوفوا الجمل اللي أمامنا ونضع هنا كلمة من الكلمات الموجودة في الصندوق اللي أمامنا بحيث أن الجملة الثانية
يكون لها نفس معنى الجملة الأولى. Number one, no one answered my question. يعني لم يجب سؤالي أحد. No one, عندي هنا فراغ, to my question. شنو الكلمة اللي تعطي نفس معنى answered؟ هي كلمة replied. إذن كلمة replied. No one replied to my question. نفس معنى no one answered my question. Two, their wedding was 2 years ago. معناها حفل زواجهم كان منذ سنتين. Their what? Their marriage. Their marriage was 2 years ago. نفس المعنى. يعني معناها زواجهم كان منذ سنتين. Is the seat taken? هل هذا المقعد بمعنى محجوز يعني؟ Can I sit on this chair? Chair تعطي نفس المعنى. Don't forget to shut the door. لا تنسى أن تغلق الباب. Please, شنو نقوله هنا؟ The door. هنقوله close the door. معناها أقفل الباب. Number five. He didn't come to school because he was ill. لم يأتي إلى المدرسة لأنه كان مريض. He didn't come to school because he was sick. اللي هي قلنا طبعا فيها خطأ في السبيلنج هنا مفروض ما فيها شتي يعني sick لأنه كان مريضا. Number six. Her greatest desire is to become an artist. يعني معناها رغبتها الكبيرة أنها تكون فنانة. Her greatest is to be an artist. أنا هنديره شنو؟ هنديره كلمة wish لأن كلمة wish تعطي نفس معنى desire يعني أمنيتها يعني أو رغبتها. Exercise C. Match the words with their antonyms. Antonyms يعني بمعنى المضادات أو الـ opposites يعني العكس يعني. Antonyms معناها العكس. عندنا هنا مجموعة كلمات: dead, official, different, modern, pure. طبعا dead بمعنى ميت. It's the opposite of alive معناها على قيد الحياة أو حي. official معناها رسمي. It's the opposite of unofficial. unofficial معناها غير رسمي. هذين نسمو فيه شنو؟ antonyms. antonyms يعني معناها الكلمات المضادة أو العكس بعضها يعني في المعنى. different معناها مختلف. similar يعني مشابه. modern يعني معناها حديث أو عصري. it is the opposite of old قديم. pure بمعنى سليم أو نقي أو صافي. عكسها impure اللي هي هذه impure معناها غير نقي غير صافي أو غير سليم. Exercise D. Research the Arabic language. يعني بمعنى قم بحث عن اللغة العربية. Answer the questions below. أجب الأسئلة في الأسفل. But also include some interesting facts of your own. ولكن أيضا أضف بعض المعلومات المهمة أو الممتعة أو الحقائق المهمة من منك أنت يعني of your own معناها أنت اللي تجيب بنفسك. نشوفوا مع بعضنا الأسئلة اللي أعطاها لي هنا. When was Arabic written for the first time? وهذه أسئلة تساعدك في البحث يعني متى كتبت اللغة العربية لأول مرة. Find a language that is related to Arabic. أجد اللغة لها علاقة باللغة العربية. Find three more English words that come from Arabic. أجد ثلاث كلمات إنجليزية أتت من اللغة العربية. How many people speak Arabic as their first language? كم عدد الناس الذين يتحدثون اللغة العربية كلغة أولى؟ In how many countries is Arabic the first language? يعني في اللغة العربية هي اللغة الأولى في كم عدد من الدول أو كم عدد من الدول التي تكون فيها اللغة العربية هي اللغة الأولى؟ نشوف مع بعضنا هنا إجابات الأسئلة اللي هي تعتبر كأنها ريسيرش بحث عن اللغة العربية.
Arabic was written for the first time in the 4th century. يعني كتبت اللغة العربية لأول مرة في القرن الرابع. Ethiopian is related to Arabic. الإثيوبية اللغة الإثيوبية لها علاقة باللغة العربية لأنها كانت لغة سامية واحدة وتفرعت إلى عدة لغات. الكلام هذا من أكثر من 5000 أو 6000 سنة. فاللغة الإثيوبية لها علاقة باللغة العربية باعتبارها متفرعة من اللغات السامية أو من لغة سامية متشابهة اللي هي قلنا عليها Semitic language أو Semitic family. More English words اللي هو قال لي عدد الكلمات اللي هي في اللغة الإنجليزية أتت من اللغة العربية. More English words that come from Arabic are algebra اللي هي علم الجبر, coffee اللي هي القهوة, zero بمعنى صفر. إذن هذه كلمات في الأصل هي كلمات عربية. عدد المتحدثين باللغة العربية كلغة أولى ربما يكون الرقم هذا يعني about 420 million, هو ممكن يكون الأصح 240 million, أو زي ما حكاه في النص 230 million. People speak Arabic as their first language, من الناس يتحدثون اللغة العربية كلغة أولى. Arabic is the official language or co-official language in 26 countries. اللغة العربية تعتبر هي اللغة الرسمية أو اللغة الرسمية الثانية. يعني عادة بعض الدول يكون فيهن لغتين رسميتين زي مثلا كندا نلقوا فيها اللغة الإنجليزية والفرنسية, ففي بعض اللغات تكون عندهم في لغتين رسميات. فقال لي هنا أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية أو اللغة الرسمية الثانية في 26 دولة. It is also a minority language in Cyprus, Iran, Mali, Niger, Senegal and Turkey. وهي أيضا لغة الأقلية في قبرص وإيران ومالي والنيجر والسنغال وتركيا. طبعا هذه الجمل لما نكتبها مع بعض يطلع يعني باراجراف, إنه كأنه هو ريسيرش عن اللغة العربية. This is the end of the episode. And now we finished lesson 7. Next episode we will start in unit 8. Thank you very much for watching and good luck for all of you.